اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بساطة، سهولة، مرونة، ولكن التفاصيل الصغيرة اللي أكيد هتودينا لطعم جديد وشكل جديد. معانا النهاردة اللحمة المفرومة والبطاطس. كل بيت مصري وكل بيت عربي، أكلة البطاطس دي أكلة عربية شعبية دولية، كل العالم ما يستغناش على البطاطس، ولكن نقدر نشكلها بالطريقة اللي احنا حابينها. صينية البطاطس باللحمة المفرومة كلنا شطار في عمايلها، ولكن مع الشيف المغازي بالتأكيد في تركية، في حاجة لطيفة ممكن نعملها بطريقة جديدة والبطاطس تبقى بشخصيتها واللحمة المفرومة واخدة الشكل اللطيف. معانا الرز المصري النهاردة بالطماطم. الأطفال والكبار أعتقد الطماطم بيأكلوها في السلطة بس، لكن لما تكون معمولة مع رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات أكيد الطبق ده هيزداد قيمة غذائية عالية جدا، وخاصة مع تشكيلة من الخضار الشبت والكزبرة والبقدونس. أما الحلو بتاع النهاردة من خير أرضنا فواكه مشكلة، هنعملها الفروت سلطة بالزبادي والعسل. بنروح على محلات العصير بنلاقي فيه مشروب عندهم عصير الفواكه بالعسل. ليه تشتريه من بره وتعمليه؟ خليكي تعمليه في البيت. عندنا فواكه، الموز، التفاح، كل الفواكه اللي موجودة عندنا نقدر نعملها برضو بشكل لطيف مع العسل، وده طبعا حلويات أو مشروب أو فواكه اللي هي بتناسب أيام الصيف وأيام الحر، وأعتقد أن الحر بدأ يشوفوا مع بعض كل يوم. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل تفاصيل صغيرة معنا كبير، ولكن اوعوا تروحوا بعيد علشان الحلقة النهاردة حلقة بسيطة في مكوناتها ولكن قيمة غذائية عالية جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنعمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة ازاي؟ واعتقد حضراتكم شطار فيها جدا وبتعملوها بطرق مختلفة. تعالوا شوفوا الشيف المغازي يعملها النهاردة بطريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. معانا بطاطس، استاذة رحاب المقادير، بطاطس متقشرة ومحطوطة في مية من غير ملح علشان نحافظ على لونها ما تسودش معانا، ولو حطيتي ملح هتدوب منك في الميه خلي بالك. ومعانا لحمه مفرومه ومعانا طماطم وبقدونس ومعجون طماطم وكزبره خضراء وكزبره ناشفه، واعملها بتكنيك عالي النهارده. تاكل البطاطس وتسيب اللحم. حلو الكلام. هنبدا باول حاجه بتقطيع البطاطس كده شرايح. بعد ما اقطعها شرايح هنحمرها في قلب الزيت، والشريحه تكون ايه، ما تكونش سميكه قوي على فكره علشان تستوي بسرعه، وانا من عشاق البطاطس لما تكون مستويه. القطمه اللي بتبقى في البطاطس دي مش بحبها خلي بالك. اولا بطاطس نشويات كربوهيدرات، من نعم ربنا علينا البطاطس النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، فما نقدرش نستغنى عنها، عشان كده الاكله العالميه للعالم كله، فقير وغني بياكلها بطرق مختلفه بقى. في اللي بياكلها مشويه، في بياكلها مقليه، في بياكلها معموله في الخبز عادي، ممكن نعمل خبز البطاطس، بيتزا البطاطس، شوربه البطاطس، كفته البطاطس. البودر بتاع البطاطس ممكن يخش في تركيبه العجينه بتاعه البيتزا، وده يعني معروف منتج في البلاد الاجنبيه يعني في الغرب، يعني تلاقوا البودر البطاطس زي الحليب البودر كده، دي موجود منها، ممكن تتعمل بوريه، طوروها كتير يعني خلي بالك. فده مش موجود هنا، حتى انا دورت عليه ما لقيتوش. البودر البطاطس يخش في المعجنات، فالبطاطس يعني ايه، مصدر غني جدا للقيمه الغذائيه العاليه جدا وحاجه مهمه. ادي البطاطس اتقطعت بالشكل ده كده يا عم الشيف، هناخدها نحمرها. يعني ناس بتعمل مشروع من البطاطس وبس. هناخد البطاطس دي نحطها كده، خلي بالك على طول بمجرد ما تقطعيها تدخليها الزيت عشان لو سبتيها هتسود شويه. طب عايزه دلوقتي جالك تليفون او ايا كان ظروف حصلت في المطبخ وعايزه تخرجي من المطبخ علشان مش هنعمل غدا، معزومين على الغدا، وارد. واحنا بنطبخ في المطبخ كده تليفون جانا، خلاص احنا نتغدى بره النهارده، نلم الليله دي كلها، نعمل ايه في البطاطس اللي قطعناها دي؟ هنرميها في الزباله؟ طبعا لا. هنخسرها؟ طبعا لا. وانا ضد التبذير. كل القصه تحط عليها شويه ميه، في شويه ميه ساعه من الحنفيه عموما يعني، وتحطها في الثلاجه. وارد ان ده يحصل، تحط عليها ميه من الحنفيه وتغطيها بالميه كده وتحطها في الثلاجه، تقعد معاكي 3-4 ايام زي ما هي كده، تستخدميها استخدامات اخرى.
الحاجات اللي بقول عليها دي مهمة جدا على فكرة. هناخد البطاطس نحمرها في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. في زيت غزير. طيب الكفتة بقى اللحمة المفرومة هنعملها ازاي؟ احنا مع بعض بصل وزبدة وتوم وهريسة، وتعالوا نشوف ازاي هنتعامل مع اللحمة المفرومة مع طبق حلو كده واحنا شغالين مع بعض. هنبدأ نحط معلقتين من الزيت مع مكعب من الزبدة. اللهم صل على النبي. هنعصج اللحمة دي بس بمدرسة تانية خالص. معلقتين زيت، مكعبين من الزبدة، عشان مدرسة المغازي بتقول الزبدة تساعد على تحمير البصل سريعا. الله، ونحمر دول كلهم مع بعض. فرصة وانا واقف جنب النار عندي حلة بحط شوية خضار فيها، بوكيه جرنيه. سيبك من مكسبات الطعم، يبقى اكلك زي اكل ام احمد وام محمد وام ابراهيم والجيران كلهم زي بعضيهم لما نروح نجيب مكسبات طعم ونحطها في الاكل ايا كانت المسمى بتاعها. خلي بالك امهاتنا ما كانوش يستخدموها. ادي بصل وفلفل وتوم وكرفس، حبهان، شويه شوربه حلوين كده من صنع ايدي. تسلم ايدك. بتسيبهم يغلوا على النار. وادي البصلايه الحلوه اللي على النار تاخد لون بالزبده. ليه حطيت زيت مع الزبده يا شيفنا؟ علشان الزبده ما تتحرقش. ونحط معلقه توم حلوه كده بتوصي. حلو ريحه البيت وريحه الشقه وريحه المطبخ بقى بصل لسيطر على الريحه دي بشويه زعتر حلوين، ده الطبيعي. طالما هنعمل بطاطس في علاقه قرب وعلاقه محبه ما بين البطاطس والزعتر والروزماري، الفليفر ده كده. شفت تحميره البصلايه مع التومه؟ هو ده. الله، ننزل باللحمه المفرومه. ضاني كندوز زي ما انت عايزه، مش هي دي القصه. نسبه الدسامه بتحدديها وانت عند الجزار يا حاج. ربنا يوعدك بزياره النبي، عايزه حته لحمه ملبسه، حته لحمه مفرومه، مش عايزه فيها دهن كتير، وهكذا. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ لما نيجي نعصج لحمه نعمل رقاق، نعمل فطاير، نعملها في مسقعه، نستخدمها استخدامات مع مكرونه مع صوص بولونيز، اللي بيحصل ان اللحمه المفرومه بتكلكع مننا. طب نعمل ايه عشان ما تكلكعش؟ احنا مع بعض اهو، وتلاقي اللحمه في قلب المكرونه بالبشاميل مكلكعه. ما احناش عارفينها دي بقى لحمه مفرومه ولا مكسرات ولا ايه. فانا عايز اللحمه المفرومه تتعصج وتبقى كلها زي الخرزه كده زي الفل. اعمل ايه يا شيف مغازي؟ هاخد اللحمه المفرومه اقلبها مع البصل او التومه وشويه الزعتر لغايه بس لونها يتغير كده شويه، واظبط الدنيا كده. وعندي شويه ميه سخنين او الميه اللي بتغلي اللي عندي على النار من البوكيه جرنيه. باخد مغرفه صغيره كده هي دي. واحطها هنا كده واغطي الحله بتاعتي. شفت التكنيك ده؟ ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ بتحصل هنا شقاوه المطبخ. الميه دي بتتبخر، البخار ده بيطلع يصطدم بالغطا بتاع الطاسه بيفتت اللحمه من بعضيها. اللحمه هنا داخله ببعضيها، واللحمه هنا مكلكعه، واللحمه هنا مش عايزه تفك من بعضيها. فوجود الميه المغليه مع جر انك تغطيها بيصطدم طبعا بالغطا، فالبخار هنا بيتحول في الحله ويخلي لك اللحمه دي كلها ايه؟ زي الخرز. هتدوب وهي في قلب الحله. هنسيبها على النار. حلو الكلام. ونجيب البايركس بتاعنا اللي هنرص فيه البطاطس. اللهم صل على النبي. انا عايز مع الطاجن ده كده شويه فلفل. عندنا فلفل اخضر اهوت، وعندنا فلفل احمر، عندنا حاجات حلوه كده زي الفل. ايه المشكله لما ناخد من ده كده؟ يعني ده عامل صينيه، بما ان احنا بنعمل صينيه. الفلفل غني بفيتامين سي، والاولاد بيحبوا الالوان. جددي من شكل الطبق، مهم جدا على فكره. يعني الطفل او الضيوف او العائله او الاسره لما بتعملي كل يوم مثلا صينيه بطاطس باللحمه، كل يوم تغيري فيها شكل، مفيش ملل بيحصل هنا. خلي بالك، هي دي الشطاره في المطبخ. ده فلفل الوان، وعندنا فلفل اخضر كمان
الرومي بتاعنا ده حلو بالشكل ده كده، كمان واحد زي الفل. نبص على اللحمه المفرومه واحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. نشوف كلام الشيف صح ولا غلط. ارض الفلفل ده انا عايزه، باخده كده كمان معايا. ارض اخضر هنا فين اهو زي الفل. صينيه محرمشه، شويه رز ابيض جنبيها او رز بالطماطم زي اللي عامله دلوقتي كده، اتعشت وزي الفل. نيجي للتكلفه الماليه هنا، كلام فاضي. يعني ايه كلام فاضي يا شيف؟ انت ليه بتستهزئ بالحاجه كده؟ لما بقول كلام فاضي يعني انا ما جبتش ديك رومي، ما جبتش فخده ضاني، ما جبتش 5 كيلو لحمه. هو ايه اللحمه المفرومه معايا اهي؟ بص اللحمه راحت فين؟ اهي دابت وساحت اهي. شفتي؟ قلبها كده اه خلاص. احنا مع بعض اهو. ومعانا الكاميرا داخله جايبه التفاصيل. شفت؟ ده مهم جدا على فكره. راحت كلها زي الخرز اهي. شفت الحلاوة والشقاوة؟ اه واحدة واحدة. ليه بقى؟ لا مية هنا سخنة فتتت الدهون من بعضيها. زي الفل يا عم الشيف. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد معانا الفلفلة الحلوة اللي هي الهريسة ونحطها هنا كده. الله تدي طعم حلو على فكرة. كمان شوية خدت لون ازاي؟ عايز شوية طماطم عليها كمان، نحط طماطم. بس إذا حطيت طماطم حطي معلقة سكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم ما تعملناش مشاكل مع الناس اللي عندها قولون. الله حلوة. معايا صوص طماطم حلو ولطيف. كده الطماطم أو اللحمة المفرومة خدت طعم وخدت لون وخدت البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل بابريكا زي ما انت حابه. ملح بتاعنا، البهارات دي مدرستك انت بقى، حابه تغيري في البهارات، حابه تغيري في الطعم كل مره زي ما انت حابه. نقلب دول كلهم مع بعض. لا شويه لحمه حكايه. هنا بقى ايه محطه الابداع. نقف هسه كده. عندك مكرونه سباكيتي مسلوقه مع مكرونه مع صوص بولونيز مشهوره جدا في المطاعم. مكرونه سباكيتي تتسلق، بعد ما تتسلق بنقلبها مع شويه زبده ونحطها في الطبق ونحط صوص بولونيز ده عليها، لطيف وجميل. بس في الحاله دي هنحط زعتر وروزماري على صوص الطماطم علشان يبقى واخد الطعم الطلياني. عندك لازانيا تبقى لازانيا باللحمه المفرومه. عندك مكرونه بنه تبقى مكرونه باللحمه المفرومه طاجن. عندك مكرونه وبشاميل تبقى مكرونه بالبشاميل مع اللحمه المفرومه. عندك كوسه تبقى كوسه جراتان باللحمه المفرومه. اذا كل بيت بيعصج اللحمه دي بطريقه مختلفه. شيف المغازي النهارده عصجها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده على النار. خدت الطعم وخدت اللون وبقت زي الخرزه. حلو قوي. نبدا نركب الصينيه دي مع بعض. اخبار البطاطس ايه؟ يا حلاوه اهي. نصفيها من الزيت. ونجيب بايركس كده نطلع البطاطس دي فيه. لا اهو ايه هي لونها؟ البطاطس ولا اللحمه؟ البطاطس. لا اللون ده حلو قوي، التشميعه دي حلوه قوي اهو. الله حلو قوي. ادي البطاطس بتاعتنا في زيت نضيف. انا خدتها زي ما هي كده. دي اكله نقدر نقول عليها اكله شعبيه، اكله في متناول الجميع. صينية بطاطس باللحمة، كل بيت بيعملها وكل بيت عملها. مش مستني الشيف المغازي يعملها، عينيا. مش مستني الشيف المغازي يعملها، الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده، أول حاجة بناخد رق بطاطس في أرضية الصينية كده. دعميها بقى زي ما أنت عايزة. ممكن على فكرة تعمليها جراتان بالبشاميل، تبقى بطاطا جراتان في الفرن، شوية بشاميل شوية حليب شوية جبنة وخدت سكة تانية فرصة. أعتقد وأنا شغال في الصينية دي عملت 50 أكلة جنبيها وأنا شغال. أفكار يعني. الخضار بتاعنا زي ما هو كده. هتنزل عليه اللحمة المفرومة دلوقتي تهديه. شفت الشقاوة بقى؟ دعميها. إحنا بنشوف الخضرة دي في قلب السلطة بس، إنما نشوفها في قلب صينية بطاطس أو في قلب الفاهيتا
ناخد اللحمة المفرومة اللي بتغلى على النار دي كده، والشقاوة بتاعتها يا حلاوة. شايف الجمال؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ شوف بقى الشيف مغازي هيعمل ايه. هي دي ده عود شبت زي ما هو سليم كده، يديني الريحة بتاعته، يديني بركته. ونقلب زي ما هو. موضوع كبير هنا. ناخد اللحمه المفرومه دي يا عم الشيف زي ما هي كده، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه. هو ده. اللهم صل على النبي. طبعا اللحمه المفرومه نازله سخنه على الفلفل بتهديه. شفت الجوده؟ هو ده. وارجع الصينيه دي يا عم الشيف او الطاسه دي للنار تاني. ركز معايا عشان الموضوع هنا ايه؟ دراسه. نرجعها تاني للنار. معايا صلصه طماطم على النار، بحط شويه كده، دي المرقه، عندي شوربه اللي انا عاملها بايدي بحضرها كده على النار، عايزهم دول انا. الله، شفت الجو ده؟ واسيبهم كده، اظبط الملح، وتعالوا مع بعض نكمل صينيه البطاطس. الله يبارك لك يا شيف، ده انا كل يوم اعملها للاولاد، احط البطاطس واحط اللحمه المفرومه، خلاص العيال ملوا منها. النهارده مختلفه الطعم، مختلفه الشكل، مختلفه اللون، مختلفه القيمه الغذائيه، الطريقه نفسها مختلفه. والصينيه مليانه بركه. هي دي عايزه شويه رز بس للامانه، يعني لو انا اللي هاكلها مع رز ابيض بس، رز مصري كده مسلوق بشويه زيت وشويه ملح، فصين حبهان وورقه لورو، ويتسلق شويه الرز. واحب الرز مستوي جامد على فكره، انا من عشاق الرز يكون مستوي واخد وقته في السوى مظبوط، حبات الرز شبعانه كده وماليه عينيها من الميه وزي الفل. اصبحت الصينيه كده جاهزه. ناخد البهريز اللي انا عملته ده كده، اللي بيغلي ده كده اهو، شفت الحلاوه هنا؟ الطعم هنا. هم في الشويه دول اهو، مكان تحمير اللحمه زي ما هم كده اهو. اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف. شايف اللوحة الفنية وأنا برسمها؟ فيها خبرة طهوية. مكلفة ماديا؟ لا، وعلى عينك يا تاجر. نص كيلو لحمة مفروم، كيلو بطاطس، عملنا منه حكاية، عملنا منه تحفة فنية، صورة فنية بتتكلم عن نفسها بتفاصيلها. درجة حرارة الفرن عندي 180، هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل. هندخلها الفرن، عينيا الاتنين. حاضر، هندخلها الفرن زي ما هي كده اهي، ازاي اهي، وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بص عليها كده حبيبنا مخرجنا، ربنا يبارك لك يا رب. ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ والصوره من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، ودائما على شاشه القناه الاولى تعني مليون كلمه. ايه رايك وتصلي على الحبيب، نطلع الصينيه دي نبص عليها، نتغازل فيها كده واحنا شغالين؟ استعد يلا. هو ده. الله، لا ما اقولكش، هنسيب اللحمه وناكل البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. لا حكايه تحميرتي للبطاطس. الله، اللهم صل على النبي. هو ده. الف انا وشفا للي ياكل. عندك شويه بقدونس حلوين من ايدك كده الحلوه، تفرموهم ناعم كده، ورق البقدونس أو ورق الكزبرة الخضراء زي ما أنت عايز. برزنتيشن يعني شكل، يعني صورة، يعني لون، يعني حاجة تشد العين وتشد النظر والعين تاكل. تاخدهم زي ما هما كده. اللهم صل على النبي. شطشط كده. أيوه ده الكلام. ألف هنا وشفا. صينية بطاطس طلعت في دقائق معدودة، فيها خبرة الطهوية بتاعتنا وخبرة السنين من التكنيك العالي، ازاي حمرت البطاطس، ازاي عصقت اللحمه بطريقه جديده.